إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي. هذا القانون هو بداية الإصلاح الحقيقي لهذه المؤسسة، وبناء على الأصوات المتعالية لأبناء الشعب أن تكون هنالك مفوضية مستقلة حقيقية للانتخابات تمارس عملها بشكل واضح وبشكل مستقل، بعيدا عن أي ضغوطات، بعيدا عن أي انتماءات سياسية كانت أو حزبية، مفوضية لكل أبناء الشعب العراقي تدير عملية انتخابية وما بعدها مخرجات تلك العملية الانتخابية. هذا القانون من القوانين الإصلاحية المهمة، ولن يكون القانون الأخير. الآن القوى السياسية تجتمع بشكل متكرر وبشكل متواصل لإقرار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وأطمن أبناء الشعب العراقي لن يقف أعضاء مجلس النواب أمام مصالحهم أو مصالح أحزابهم، سيغلبون مصلحة الوطن والمواطن على مصالح الأحزاب وعلى مصالح الأفراد بما فيهم أعضاء مجلس النواب.